السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى، أخباركم ايه؟ النهاردة بإذن الله هنتكلم مع بعض عن الوحدة الثالثة، ألا وهي اليابس والماء. الدرس الأول من الوحدة الثالثة هو نشأة اليابس والماء. نشأة اليابس والماء، يلا بينا نشوف. نعرف أن الأرض تعرف بالكوكب المائي. طيب ليه؟ بما تفسر ليه الأرض تعرف بالكوكب المائي؟ لأن مساحة الماء أكبر بكثير من اليابس، لأن مساحة الماء أكبر بكثير من اليابس، فالماء بيشغل حوالي 77% من مساحة كوكب الأرض. الماء بيشغل نحو 77% من مساحة كوكب الأرض، لذلك فإن الأرض تعرف باسم الكوكب المائي. يعني إيه يابس بقى؟ إيه المقصود باليابس؟ وبيشمل إيه وأهميته إيه؟ اليابس يا شباب بيقصد بيه الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر، الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر والتي لم تغمرها المياه، التي لم تغمرها المياه. يبقى اليابس يقصد به الأجزاء المرتفعة عن سطح إيه؟ البحر التي لم تغمرها المياه. اليابس ده بيشمل إيه؟ بيشمل القارات وما عليها من أشكال سطح الأرض، القارات وما عليها من أشكال سطح الأرض. طيب زي إيه أشكال سطح الأرض؟ زي الجبال، الهضاب، التلال، السهول. جبال، هضاب، تلال، سهول. طيب إيه هي أهمية اليابس يا شباب؟ اليابس هو الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان، الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان، كما أنه مصدر للمنتجات الحيوانية والزراعية والمعدنية للإنسان. مصدر للمنتجات الحيوانية والزراعية والمعدنية لمين؟ للإنسان. يبقى ما أقول لك ما المقصود باليابس تقول لي يقصد به الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر التي لم تغمرها المياه. طب بيشمل إيه؟ بيشمل القارات وما عليها من أشكال سطح الأرض، جبال، هضاب، تلال، سهول. أهمية اليابس إيه؟ يعد الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان، يعد مصدر للمنتجات الحيوانية والزراعية والمعدنية لإيه؟ للإنسان. طيب ده اليابس، أمال الماء؟ برضو له مفهوم واشتمال وأهمية. مفهومه إيه؟ بيشمل إيه؟ وأهميته إيه؟ ده طبعا معناه إن ده سؤال إيه؟ مقارنة، تمام؟ والله يا شباب إذا كان اليابس هو الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر، فإن الماء يقصد به الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض، الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض والتي تغمرها المياه. الماء يقصد به الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض والتي تغمرها المياه. طيب الماء ده بيشمل على إيه؟ بيشمل المحيطات، البحار، البحيرات، الأنهار. المحيطات، البحار، البحيرات، الأنهار. طيب بما تفسر أهمية الماء؟ إيه أهمية المية؟ يعد الماء سر الحياة، الماء يعد سر الحياة، بيحتوي على الكثير من الثروات والخيرات مثل إيه؟ مثل الأسماك، الإسفنج، اللؤلؤ، الأصداف، الأملاح وغيرها وغيرها. يبقى إيه أهمية المية؟ يعد الماء هو سر الحياة، بيحتوي على الكثير من الثروات والخيرات مثل الأسماك والإسفنج واللؤلؤ والأصداف والأملاح، تمام؟ يبقى اليابس يقصد به الأجزاء المرتفعة عن سطح إيه؟ البحر التي لم تغمرها المياه. الماء يقصد به الأجزاء المنخفضة عن سطح الأرض والتي تغمرها المياه. اليابس بيشمل القارات وما عليها من أشكال سطح الأرض زي الجبال والهضاب والتلال والسهول. الماء بيشمل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار. أهمية اليابس، بما تفسر أهمية اليابس، يعد الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان، يعد مصدر للمنتجات الحيوانية والزراعية والمعدنية للإنسان. أما الماء أهميته إيه؟ هو سر الحياة، وبيحتوي على الكثير من الثروات والخيرات مثل الأسماك والإسفنج واللؤلؤ والأصداف والأملاح وغيرها، تمام؟ طيب الآن هنتكلم مع بعض عن نظرية فيجنر. فيجنر هو العالم الألماني اللي تحدث عن نشأة اليابس والماء، هو صاحب نظرية زحزحة القارات.
بيقول لي: هناك عدة تفسيرات لنشأة اليابس والماء. أشهر هذه التفسيرات هي نظرية فيجنر أو نظرية زحزحة القارات للعالم الألماني فيجنر. يبقى لما أسألك بما تفسر نشأة اليابس والماء، ها هتقولي إيه؟ هتقولي هناك عدة تفسيرات لنشأة اليابس والماء، أشهرها نظرية زحزحة القارات للعالم الألماني فيجنر، واشرح النظرية. طيب فيجنر قال إيه في النظرية دي؟ قال فيها إيه؟ قال إن العالم كله، قارات العالم اليوم كانت عبارة عن كتلة واحدة متماسكة. قارات العالم اليوم كانت عبارة عن كتلة واحدة متماسكة. هذه الكتلة تعرضت للتصدع والانكسار. هذه الكتلة تعرضت للتصدع والانكسار، ثم انقسمت إلى أجزاء أخذت تتباعد تدريجيا حتى استقرت في مواضعها الحالية مكونة القارات والمحيطات. يبقى العالم كله، قارات العالم اليوم كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن كتلة واحدة متماسكة. نظرية فيجنر بتقول كده، إن قارات العالم اليوم كانت عبارة عن كتلة واحدة متماسكة. الكتلة دي تعرضت للتصدع والانكسار، ثم انقسمت إلى عدة كتل أو إلى أجزاء أخذت تتباعد تدريجيا حتى استقرت في مواضعها الحالية مكونة القارات والمحيطات. طيب أنا الآن هتكلم عن مراحل نشأة اليابس والماء، اللي هي نظرية فيجنر، اللي هي نظرية زحزحة إيه؟ القارات. تمام؟ طيب نشوفها كده مع بعض. المرحلة الأولى يا شباب كان إن اليابس كتلة واحدة. اليابس كان عبارة عن كتلة واحدة بيطلق عليها اسم بنجاية. يطلق عليها اسم بنجاية، كان يحيط بها الماء من جميع الجهات. يبقى المرحلة الأولى من مراحل نشأة اليابس والماء إن اليابس كله كان عبارة عن كتلة واحدة بيطلق عليها اسم إيه؟ بنجاية، كان يحيط بها الماء من جميع الجهات. بنجاية دي كان يحيط بها الماء من جميع الجهات. طيب المرحلة الثانية، بنجاية دي تعرضت للتصدع والانكسار، فانقسمت بنجاية إلى كتلتين. انقسمت بنجاية إلى كتلتين، الأولى في الشمال تسمى لوراسيا، الثانية في الجنوب تسمى جوندوانا. الأولى في الشمال تسمى لوراسيا، الثانية في الجنوب تسمى جوندوانا. بيفصل بينهما بحر اسمه بحر تيسيس. بيفصل بينهما بحر اسمه بحر تيسيس. تمام؟ طيب المرحلة الثالثة بيقول لي إيه؟ انقسمت جوندوانا ولوراسيا إلى عدة كتل أخذت تتباعد تدريجيا عن بعضها. جوندوانا ولوراسيا ها هما كمان تعرضوا للتصدع والانكسار، فانقسمت جوندوانا ولوراسيا إلى عدة كتل. الكتل دي أخذت تتباعد تدريجيا عن بعضها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من قارات ومحيطات. من قارات ومحيطات. يبقى لما أسألك بما تفسر نشأة اليابس والماء تقول لي إيه؟ هناك عدة تفسيرات لنشأة اليابس والماء، أشهرها نظرية زحزحة القارات للعالم الألماني فيجنر، واشرحها. إن العالم كله كان عبارة عن كتلة واحدة، تمام؟ ثم تعرضت إلى التصدع والانكسار، فانقسمت إلى عدة أجزاء أو إلى عدة كتل، أخذت تتباعد عن بعضها البعض تدريجيا إلى أن إيه؟ وصلت إلى وضعها الحالي من قارات ومحيطات. تمام؟ ونميز ما بين المراحل الثلاثة لنشأة الإيه؟ اليابس والماء. تمام. بيقول لي من الأدلة اللي بتأيد صحة نظرية فيجنر هي تشابه شكل ساحل قارة أفريقيا الغربي، تشابه شكل ساحل قارة أفريقيا الغربي مع ساحل قارة أمريكا الجنوبية الشرقي. تشابه ساحل قارة أفريقيا الغربي مع ساحل قارة أمريكا الجنوبية الشرقي ده أكبر دليل على إن القارتين دول كانتا كتلة واحدة ثم انفصلتا. يبقى لما أقول لك إيه الدليل اللي هيأيد صحة نظرية فيجنر؟
هتقولي ان عندي ساحل قارة افريقيا الغربي بيتشابه مع ساحل قارة امريكا الجنوبية الشرق، وده دليل على ان القارتين دول اللي هم افريقيا وامريكا الجنوبية كانتا كتلة واحدة وانفصلتا. تمام؟ طيب هنتكلم الان عن نسبة اليابس ونسبة الماء على سطح الأرض. نسبة اليابس يا شباب، يغطي اليابس نسبة 29.3% من مساحة سطح الأرض، أما الماء فيغطي نسبة 70.7% من مساحة سطحه. يبقى الماء لوحده بيغطي نسبة 70.7% من مساحة سطح الأرض، اليابس بيغطي مساحة 29.3% من مساحة سطح الإيه؟ الأرض. تمام؟ لذلك فإن الإيه؟ الأرض تعرف بالكوكب المائي. طيب الآن يا شباب هنتكلم مع بعض عن ترتيب القارات تنازليا حسب المساحة، وأنا بتمنى إن احنا نذاكر الدرس ده كويس جدا على الخريطة. لو ذاكرنا الدرس على الخريطة هيسهل علينا كتير جدا. تمام؟ ترتيب القارات تنازليا من حيث المساحة، أنا عندي هنا قارة آسيا، ثم قارة أفريقيا، ثم أمريكا الشمالية، ثم أمريكا الجنوبية، ثم القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، ثم قارة أوروبا، ثم قارة أستراليا. ده ترتيب القارات تنازليا حسب إيه؟ حسب المساحة. تمام؟ عندي قارة آسيا، ثم قارة أفريقيا، ثم أمريكا الشمالية، ثم أمريكا الجنوبية، ثم القارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتاركتيكا، ثم قارة أوروبا، ثم قارة إيه؟ أستراليا. يبقى إيه هي أكبر القارات؟ آسيا. طيب إيه أصغر القارات؟ أستراليا. أكبر القارات آسيا وأصغر القارات أستراليا. تمام؟ ده ترتيبهم تنازليا من حيث إيه؟ المساحة. آسيا 44.2 مليون كيلو متر مربع، ودي أكبر القارات. أفريقيا 30.3 مليون كيلو متر مربع. قارة أمريكا الشمالية 24.2 مليون كيلو متر مربع. قارة أمريكا الجنوبية 17.8 مليون كيلو متر مربع. القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا 12.3 مليون كيلو متر مربع. قارة أوروبا 10.5 مليون كيلو متر مربع. قارة أستراليا أصغر القارات 7.8 مليون كيلو متر مربع. طيب اتكلمنا عن ترتيب القارات من حيث الإيه؟ المساحة. الآن هنتكلم مع بعض عن ترتيب المحيطات تنازليا حسب المساحة. أكبر المحيطات يا شباب هو المحيط الهادي، ثم المحيط الأطلنطي، ثم المحيط الهندي، ثم المحيط القطبي الجنوبي، ثم المحيط القطبي الشمالي، وده أصغر المحيطات. يبقى أكبر المحيطات هو المحيط الهادي، أصغر المحيطات هو المحيط القطبي الشمالي. شوف كده مع بعض ترتيب المحيطات تنازليا حسب المساحة. أكبر المحيطات هو المحيط الإيه؟ الهادي 166 مليون كيلو متر مربع. المحيط الهادي 166 مليون كيلو متر مربع. ثم المحيط الأطلنطي 86.5 مليون كيلو متر مربع. ثم المحيط الهندي 73.5 مليون كيلو متر مربع. 73.5 مليون كيلو متر مربع. بعد كده عندي المحيط القطبي الجنوبي 19.5 مليون كيلو متر مربع. المحيط القطبي الجنوبي 19.5 مليون كيلو متر مربع. ثم المحيط القطبي الشمالي 14 مليون كيلو متر مربع، وزي ما قلنا ان ده اصغر الايه؟ المحيطات. تمام؟ الآن هنتكلم مع بعض يا شباب عن اليابس. أولا اليابس، توزيع القارات. توزيع القارات هتكلم عن اليابس في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي
وقلنا قبل كده ان دائرة الاستواء هي اللي بتفصل ما بين نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، صح كده؟ دائرة الاستواء اللي هي دائرة العرض الايه؟ الرئيسية. تمام؟ هنتكلم كمان عن نصف الكرة الشرقي ونصف الكرة الايه؟ الغربي. خط جرينتش هو اللي بيفصل بين نصف الكرة الشرقي ونصف الكرة الايه؟ الغربي. قلنا ان العلماء استخدموا خطوط الطول ودوائر العرض ليه؟ لتسهيل دراسة سطح الايه؟ الارض، صح كده؟ تمام. هنبدأ نتكلم مع بعض عن نصف الكرة الايه؟ الشمالي. نذاكر الدرس يا شباب على الخريطة، هيكون اسهل واجمل بكتير. تمام. نصف الكرة الشمالي يا شباب بيضم ايه؟ لو ركزنا قوي على الخريطة هتبص هتلاقي قارة اوروبا وقارة امريكا الشمالية بالكامل. قارة اوروبا وقارة امريكا الشمالية بالكامل في نصف الكرة الشمالي. طيب بالإضافة إلى إيه؟ إلى معظم أجزاء قارة آسيا وشمال قارة أفريقيا وأقصى شمال قارة أمريكا الجنوبية. يبقى نصف الكرة الشمالي فيه إيه؟ قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية بالكامل. بالإضافة إلى إيه؟ معظم قارة آسيا، شمال قارة أفريقيا، أقصى شمال قارة أمريكا الجنوبية. طيب نصف الكرة الجنوبي ها في ايه؟ نركز كده، هتيجي تبص تلاقي قارة استراليا والقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، الاتنين دول بيقعوا بالكامل فين؟ في نصف الكرة الجنوبي، بالإضافة إلى جزء صغير من قارة آسيا وجنوب أفريقيا ومعظم قارة أمريكا الجنوبية. ومعظم قارة أمريكا الجنوبية. يبقى نصف الكرة الجنوبي بيضم قارتي استراليا والقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا بالكامل. القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا بتقع حول القطب الإيه؟ الجنوبي. تقع حول القطب الجنوبي. يبقى استراليا والقارة القطبية الجنوبية اللي هي أنتاركتيكا بالكامل، بالإضافة إلى إيه؟ جزء صغير من آسيا وجنوب قارة أفريقيا ومعظم قارة أمريكا الجنوبية. طيب الآن هنتكلم مع بعض عن نصف الكرة الشرقي ونصف الكرة الغربي. نبدأ بنصف الكرة الإيه؟ الشرقي. بيضم إيه؟ ها بص أنت على الخريطة وقول، بيضم إيه؟ آسيا واستراليا بالكامل، قارتي آسيا واستراليا ومعظم قارتي أوروبا وإيه؟ وأفريقيا. ومعظم قارتي أوروبا و أفريقيا. طيب نصف الكرة الغربي تقولي بيضم قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بالكامل، أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية بالكامل، وجزء صغير من قارتي أوروبا وأفريقيا. جزء صغير من قارتي أوروبا وأفريقيا. من خلال اللي احنا درسناه ده يا شباب هنوصل مع بعض لعدة نتائج. نتائج دي زي ايه؟ زي ان توزيع الماء واليابس غير متعادل في نصفي الكرة الارضية ابدا. اما اقولك صح ام خطأ، توزيع الماء واليابس متعادلين في نصفي الكرة الارضية، تقولي خطأ، توزيع الماء واليابس غير متعادل في نصفي الكرة الارضية. طيب ده ليه؟ اثبت بما تفسر، دلل على صحة تلك العبارة ان توزيع الماء واليابس غير متعادل في نصفي الكرة الارضية. هتقول لي معظم اليابس بيقع في نصف الكرة الشمالي ومعظم الماء بيقع في نصف الكرة الجنوبي. معظم اليابس بيقع في نصف الكرة الشمالي، معظم الماء بيقع في نصف الكرة الجنوبي. مساحة اليابس في نصف الكرة الشرقي اكبر منها في نصف الكرة الغربي. مساحة اليابس في نصف الكرة الشرقي أكبر منها في نصف الكرة الغربي. الآن هنتكلم مع بعض عن دوائر العرض الرئيسية التي تمر بقارات العالم. دوائر العرض الرئيسية اللي هي إيه؟ اللي هي بتمر بقارات العالم. يلا بينا نشوفها على الخريطة على طول. دوائر العرض الرئيسية اللي هي بتمر بقارات العالم يا شباب، اللي هي القارة القطبية الشمالية ومدار السرطان ودائرة الاستواء اللي هي دائرة العرض الرئيسية ومدار الجدي
والدائرة القطبية الجنوبية. يلا برضو هندرسهم على الخريطة، عينيك على الخريطة. تمام، الدائرة القطبية الشمالية اهي بتمر بايه؟ قول انت. ها، برافو. قارة اسيا، قارة اوروبا، قارة امريكا الشمالية. يبقى الدائرة القطبية الشمالية بتمر بايه؟ اسيا، اوروبا، امريكا الشمالية. طب مدار السرطان، ها تحت منه اهو بنذاكرها على الخريطة، مدار السرطان بيمر بايه؟ اسيا، افريقيا، امريكا الشمالية. اسيا، افريقيا، امريكا الشمالية. طب دائرة الاستواء اللي هي دائرة العرض الرئيسية، ها بتمر بايه؟ اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبية. اسيا، افريقيا، امريكا الجنوبية. طيب مدار الجدي يا شباب بيمر بايه؟ استراليا، افريقيا، قارة امريكا الجنوبية. استراليا، افريقيا، امريكا الجنوبية. طيب الدائرة القطبية الجنوبية بتمر بايه؟ بتمر بشمال القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. بتمر بشمال القارة القطبية الجنوبية انتاركتيكا. تمام يا شباب؟ تمام. الآن بيقول لي ما النتائج المترتبة على موقع قارة أفريقيا بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية؟ إيه نتيجة موقع قارة أفريقيا بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية؟ ها، هتقول لي أنها القارة الوحيدة التي تمر بها دوائر العرض الرئيسية الثلاث. القارة الوحيدة التي تمر بها دوائر العرض الرئيسية الثلاث اللي هي خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي. يبقى النتائج المترتبة على موقع قارة أفريقيا بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية أنها القارة الوحيدة التي تمر بها دوائر العرض الرئيسية الثلاث، خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي. جميل. بيقول لي القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا بتقع حول القطب الجنوبي. قلناها القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا بتقع حول نقط، حول القطب الجنوبي. طيب بيقول لي ما النتائج المترتبة على اختلاف توزيع اليابس والماء؟ ايه النتيجة المترتبة على اختلاف توزيع اليابس والماء؟ ها، اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض. اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض. طيب اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض ده هيؤدي إلى ايه؟ هيؤدي إلى اختلاف الأقاليم المناخية واختلاف خصائص النبات والحيوان. هيؤدي كمان إلى اختلاف توزيع السكان واختلاف نشاط السكان ومظاهر حياته. يبقى لما أسألك ما النتائج المترتبة على اختلاف توزيع اليابس والماء، تقول لي اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض. طيب اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض ده هيؤدي إلى إيه؟ هيؤدي إلى اختلاف الأقاليم المناخية واختلاف خصائص النبات والحيوان. هيؤدي إلى اختلاف توزيع السكان ونشاط السكان ومظاهر حياتهم. طب افرض أنا سألتك بما تفسر اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض، تقولي بسبب اختلاف توزيع اليابس والماء. طب افرض السؤال بما تفسر اختلاف الأقاليم المناخية وخصائص النبات والحيوان، ها تقولي سبب اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الأرض بسبب اختلاف ها توزيع اليابس والماء. تمام كده؟ طيب تاني حاجة هنتكلم عليها بعد ما خلصنا اليابس وتوزيع اليابس والقارات، هنتكلم عن الماء. أنواع المياه إيه يا شباب؟ أنا عندي نوعين من المياه، مياه مالحة ومياه عذبة. المياه المالحة هي مياه المحيطات والبحار والبحيرات المالحة والمياه الجوفية المالحة. يبقى المياه المالحة زي إيه؟ محيطات، بحار، بحيرات مالحة، مياه جوفية مالح. طيب المياه العذبة زي ايه؟ زي الأنهار، البحيرات العذبة، المياه الجوفية العذبة اللي هي مستخرجة من الأبار وايه؟ والعيون. نشوف كده مع بعض. أولا المياه المالحة. المياه المالحة دي يا شباب بتتمثل في ايه؟ تتمثل في المحيطات. رقم واحد المحيطات. طيب يعني ايه محيطات؟ مساحة واسعة من الماء المالح، المساحة دي ذات أعماق كبيرة بتكون أكبر من الإيه؟ البحار. المحيطات مساحة واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة تكون أكبر من البحار.
مثل ايه المحيطات دي؟ مثل المحيط الهادي اللي انا قلت عليه اكبر المحيطات. عندي كمان البحار، البحار دي مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط، مساحة من الماء المالح اصغر من المحيط. البحيرات المالحة، ها البحيرات المالحة دي يا شباب مساحة صغيرة من الماء المالح يحيط بها اليابس من جميع الجهات. يبقى البحيرات المالحة مساحة صغيرة من الماء المالح يحيط بها اليابس من جميع الايه الجهات. عندي كمان المياه الجوفية المالح، مياه الجوفية المالح، تمام. يبقى انا هنا عندي المياه المالحة تتمثل في ايه؟ في المحيطات والبحار والبحيرات المالحة والمياه الجوفية المالحة. ممكن يجي لي قارن، ممكن يجي لي كمان اكتب ما تشير اليه العبارة، فنركز ونميز ما بينهم. ايه بقى انواع البحار يا شباب؟ انا عندي انواع البحار، البحر الخارجي والبحر الداخلي والبحر المغلق. اول حاجة هتكلم عليها الان هو البحر الخارجي. البحر الخارجي هو مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط وتتصل بالمحيط بفتحة واسعة. يبقى البحر الخارجي مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط، تتصل بالمحيط بفتحة إيه؟ ها بفتحة واسعة. زي إيه؟ زي بحر الصين. بحر الصين اللي بيتصل بالمحيط الهادي بفتحة واسعة. بحر الصين بيتصل بالمحيط الهادي بفتحة واسعة. يبقى البحر الخارجي مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط، تتصل بالمحيط بفتحة واسعة. اضرب مثال بحر الصين. بحر الصين بيتصل بالمحيط الهادي بفتحة واسعة، لذلك فهو بحر خارجي. طيب البحر الداخلي، البحر الداخلي يا شباب مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط، بتتصل بالمحيط بفتحة إيه؟ بفتحة ضيقة اللي هي المضايق يعني. يبقى إذا كان البحر الخارجي بيتصل بالمحيط بفتحة واسعة، فإن البحر الداخلي يتصل بالمحيط بفتحة ضيقة. طيب نضرب مثال للبحر الداخلي، البحر الأحمر. عندي البحر الأحمر بيتصل بالمحيط الهندي بفتحة ضيقة. البحر الأحمر بيتصل بالمحيط الهندي بفتحة ضيقة. يبقى ليه البحر الأحمر بحر داخلي؟ ها؟ لأنه بيتصل بالمحيط الهندي بفتحة ضيقة، تمام. عندي كمان البحر المغلق. البحر المغلق يا شباب مساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس، يحيط بها اليابس، لا تتصل بمحيط أو بحر. نضرب مثال على طول، عندي بحر قزوين. بحر قزوين لا يتصل بمحيط أو ببحر، لذلك فهو بحر مغلق. يبقى بما تفسر يعتبر بحر قزوين بحر مغلق. ليه؟ لأنه لا يتصل بمحيط أو بحر. يبقى أنا عندي أنواع البحار ثلاثة، البحر الخارجي وده بيتصل بالمحيط بفتحة واسعة. اضرب مثال بحر الصين اللي بيتصل بالمحيط الهادي بفتحة واسعة. البحر الداخلي بيتصل بالمحيط بفتحة ضيقة اللي هي المضايق. اضرب مثال البحر الأحمر، البحر الأحمر بيتصل بالمحيط الهندي بفتحة ضيقة. البحر المغلق ها ساحة من الماء المالح يحيط بها اليابس، لا تتصل بمحيط أو بحر. اضرب مثال بحر إيه؟ بحر قزوين. آخر حاجة هنتكلم عليها هي المياه العذبة. المياه العذبة يا شباب زي الأنهار. الأنهار دي عبارة عن إيه؟ عن مجاري مائية عذبة تكونت نتيجة نقط. ها الأنهار تكونت نتيجة إيه؟ نتيجة سقوط الأمطار. يبقى الأنهار مجاري مائية عذبة تكونت نتيجة سقوط الأمطار، منها طبعا نهر النيل في مصر والسودان ونهر دجلة والفرات بالعراق. يبقى الأنهار مجاري مائية عذبة تكونت نتيجة سقوط الأمطار، منها نهر النيل بمصر والسودان، نهر دجلة والفرات بالعراق. تاني حاجة في المياه العذبة عندي البحيرات العذبة. البحيرات العذبة دي مساحة صغيرة من الماء العذب بيحيط بها اليابس من جميع الجهات أو من كل الجهات. زي إيه؟ زي البحيرات العظمى بقارة أمريكا الشمالية. يبقى البحيرات العظمى بقارة أمريكا الشمالية هي إيه؟
بحيرات عذبة عبارة عن مساحة صغيرة من الماء العذب بيحيط بها اليابس من كل الجهات. اتكلمنا على الأنهار وعلى البحيرات العذبة، عندي كمان المياه الجوفية العذبة. المياه الجوفية العذبة مستخرجة من الآبار والعيون. تمام، إلى هنا بينتهي الدرس يا شباب. أرجو إن احنا نذاكره كويس جدا، والله الدرس جميل ولذيذ، بس ياريت نذاكره على الخريطة، هيسهل علينا كتير. شكرا جزيلا يا سنة أولى، السلام عليكم.